مثل إيمان وألف تحية لعائلة جيل الإنجيل. بدي مسي عليكم عن جديد كل مين صار عم بيدفع على كلمة الله من خلال هالبرنامج صار من العائلة. يا أحبة، كتير صار ضروري وملح يخلق بعالمنا اليوم جيل جديد من الرسل والشبيبة والمؤمنين يكونوا محمسين لكلمة الله وقادرين أنهم يعطونا أجوبة لأسئلة عالمنا الحاضر، وأنه يكونوا مستعدين يبشروا بكل المطارح والساحات قد ما تكون صعبة. وبس هالناس ينوجدوا، حتى إعلامنا رح يحس حاله مجبور يغطي إبداعهم وجرأتهم والحالة اللي رح يخلقوها بمجتمعهم. كل عمري صلي هالصلاة الغريبة عم اسمع كتار: Dieu envoie nous des fous، يا رب بعت لنا ناس مجانين خوت عندهم ولع بكلمتك. برنامج جيل الإنجيل مش جاي يعمل إلا هيك ومع قلبه يحقق إلا هالنتيجة، واللي رح يربح الموسم الرابع رح يكون فريق نفتخر نروح فيه ومعه ع أبعد من حدود البرنامج وع أبعد من حدود الوطن. الكتاب المقدس هو رسالة حب بعثها الله إلنا تيخبرنا عن مدى محبته ورحمته إلنا. هالكتاب ما انكتب تننتقده ونقضي عمرنا عم نسأله ليش وكيف وأمتين. هالكتاب انكتب ببساطة هو يدلنا ع مملكة، ع وطن، ع عالم جديد منه عالم منظور بالوقت الحاضر. ما فينا نقول منحب المسيح ونحن ما منحب كلمته وتعليمه ومنعيش وسيطه. الكتاب المقدس منه وثيقة من الماضي، بالعكس هالكتاب هو وثيقة حب انكتبت بحب كبير من عاشق لمعشوقته البشرية كلها. قراءة الكتاب المقدس هي بمثابة استشارة يسوع المسيح، وشو بحب نستشيره ونخبره عن مشاكل وطننا وضعفنا وصعوباتنا ومشاكلنا الشخصية. ومن بعد ما نعمل هالشي مش لازم ننسى نتركه يحكينا هو عطريقته. كلنا منعرف أنه الدول اللي طردت الله منا انهارت أخلاق شعبها، انباعت كنيسة، تحولت كاتدرائيات العظيمة لمتاحف، واليوم عم نعيش مأساة، عم بتعيش مأساة. خي المسيحي عنا وثيقة مهمة اسمها الكتاب المقدس، وهالوثيقة بتتضمن مواد قادرة تدوزن علاقتنا مع شركائنا بالوطن وقادرة تروحن وتخمر عجينة الناس. ولو كل مسؤول بوطننا بيعتمد هالوثيقة تتكون مقياس لأدائه ولريتم حياته، المعادلة كانت اختلفت وكنا خلصنا من الصفقات وصرنا جماعة الطروحات البناءة وجماعة الملكوت حقاً وفعلاً. لهالسبب مش مسموح نتعامل مع هالوثيقة الإلهية باستخفاف. يا أحبة، هالوثيقة الإلهية منا كتاب شعر ولا كتاب أدب ولا كتاب علمي، هي كل هودي وزيدوا عليهم إن كلمة حياة وكلمة الله، والله معكم. بدي رحب بضيوفنا لليلة وهن محببين كتير على قلبكم. بدي رحب بأشخاص حبوا يكونوا هن معنا الليلة حتى يحكونا عن إيمانهم. بدي أقول مساء الخير للصحفيين سمر أبو خليل، أهلا وسهلا فيك. مساء النور. بدي رحب بالصحفية كمان كاترين حنا، مساء الخير. مساء الخير. بدي رحب كمان بكلارا جحا، الصحفية والإعلامية كلارا جحا، أهلا وسهلا فيكم. وحبيتوا أنه الفريق يكون الليلة يكون اسمه داود الملك. نحن بنعرف أنه كانوا ثلاث ملوك: شاول الملك، داود الملك، وسليمان الملك. فالفريق المنافس لإلكم حب ياخد سليمان العظيم، سليمان الحكيم، سليمان الملك. بدي رحب كمان بضيوف حلقتنا لليلة، أهلا وسهلا فيكم. رندا كعدي، مساء الخير. مساء النور. بدي رحب بالأستاذ جوزيف أبو خليل، أهلا وسهلا فيك بيناتنا بجيل الإنجيل. وكمان ببيير شماسيان، سالو بيير. أهلا وسهلا فيكم ضيوف لحلقتنا، ضيوف عزيزين، منتشرف بحضوركم معنا بحلقة جديدة لجيل الإنجيل. بدي أقول بالأول نحن بمطرح كتير عزيز على قلبنا بالسكريكار بالجميزي، هالمطرح اللي عن جد كل مرة منوصل عليه منحس بالخشوع ومنحس برهبته، على قد ما هيدا المطرح
خرج أجيال وترك بصمته بقلوب كتير من الشباب والصبايا اللي اليوم صاروا قادة وحكام يمكن كمان بمجتمعنا اللبناني. بدي أقول شكراً للي استقبلونا بهالدار بهالكنيسة الرائعة، وبدي أقول مساء الخير لسور باسمة. أهلا وسهلا فيك. مساء النور أبونا، الله يخليك. كيفك الليلة؟ كتير منيحة، كل ليلة أحلى من الليلة. بهالأوبيانس الكليريكال شي بياخد العقل. نشكر الله، نشكر الله على اللي بنى واللي عم بيحافظ واللي عم بيرجع يبني من جديد. بدي كمان قول بونسوار للفنان التشكيلي استاذ غسان محفوظ، اهلا وسهلا فيك. بونسوار ابونا، اهلا فيك. لوحتك مثل العاده بيضه مثل قلبك حقيقه، الله يخليك. مثل ثلج جبال لبنان، كلكم قلبكم ابيض ومشاهدينا قلبهم ابيض. بدنا نقول للمشتركين معنا هيدي اللوحه البيضة بعد شوي بتبلش تنتلي الوان، والوان مرات بتحكينا وبتخضنا، وبنهايه الحلقه على مدى ساعه وربع رح نشوف بالنهايه في عنا لوحه مبدعه من الفنان العظيم غسان. باذن الله. مرسي غسان، ساعة بدك فيك تبلش. بدي كمان أقول بونسوار للباند، الفرقة الموسيقية، كيفكن يا شباب؟ رح أقول بونسوار للعوديست والليد سينجر إلي أسمر، على البيانو إيف مطر. من أقول بونسوار للجيتاريست ميشيل دينا، على الفلوت رنا عبيد. بدنا نقول للبازيست كمان بونسوار باتريك واكد، والله معك على البيركاشن معنا يورغو بومشرق. اهلا وسهلا فيكم. رح نبلش برنامج جيل الانجيل الليله مع الفريقين مثل ما سموا حالهم، داوود الملك وسليمان الحكيم. واول شيء رح نبلش بالعهد القديم. داوود الملك، يلا جاهزين. بس هونيك في حكمة أكتر، ها سليمان الحكيم ما بعرف، بدكم تبلشوا هيك. رح نبلش بالسؤال الأول اللي أنتوا رح تختارونه. قولي مربع بليز. يلا شو من من هو؟ سؤال الأول لكم، من هو؟ كان شابا جميلا وناجحا في مصر اشتهته سيدته، من هو؟ يوسف الصديق. اسم الله عليك، خليني بس ابلع السؤال. مش هين هاي هينة يعني انه شابا جميلا وبمصر واشتهته سيدته، هيدي واضحة. بتعرفي ليوسف؟ واضحة. لا واضحة واضحة. بعدين حضرنا يوسف الصديق 10 علامات صحيح، حضرنا المسلسل على الاو تي في كمان، ما هيك يوسف؟ صحيح. اوكي، فاذا 10 علامات للفريق الاول، برافو. تحية، مبلشين بنبض عالي جدا. استاذ بيير شماسيان. نعم. تفضل اختار مربع. ملك. ملك. روح يا ملك. ملك. سؤال عن الملك. ملك ونبي أشقر مع حلاوة بالعينين، من هو؟ داوود. داوود ديفيد. هو ملك. ملك. وكان أشقر وعيونه حلوين. داوود الملك. داوود الملك. داوود الملك. عم بحيوكم يمكن، قولوا لهم بونسوار. عطيناكم نشاوينا، سهلنا عليكم، سهلنا فريق الملك داوود الملك. صحيح داوود الملك. داوود الملك بالتصوير الاول الفصل 16 الايات 13 18 بيقول عنه ملك ونبي اشقر مع حلاوه في العينين، كان رجل جميل. الفريق الاول سليمان، داوود الملك، تفضلوا. نقولي مربع اذا بتسمحوا. نهر. 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 السؤال هو بأي نهر وضع الطفل الذي سمته ابنة الفرعون موسى؟ النيل. نيل. ما بدكم تاخذوا من بعضكم شيء. نهر النيل. مش نهر النيل. ما بمصر. نهر النيل. 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 جواب نهائي. بدي اسمع النيل مش نهر النيل. عم تسألوني أنا ما بعرف. نهر النيل. النيل. والله صحفيات مرتبين يعني. صحيح نهر النيل، برافو. نهر النيل حبيت، برافو لكم عن جديد. يعني منافسة شديدة قوية جدا. نقولي مربع بركي هيك علامتكم ما تضل 10. نبي. نبي. مستعدين للنبي؟ عن مين عم نحكي؟ حدا من الأنبياء. ايه طب سؤال، مين اللي اختاره الله من بطن أمه أن يكون نبياً للشعوب؟
كان بعده ببطن امه والله بيقول له اخترتك لتكون نبيا للشعوب بالعهد القديم بعد يوحنا المعمدان. برجع بقول نحن بكتاب العهد القديم مش العهد الجديد. مين اللي اختاروا الله في العهد القديم من بطن امه انه يكون نبي للشعوب؟ ارميا. ارميا نبي. نعم ارميا. ارميا النبي. بدي جواب. ارميا. بدي على العالي. ارميا. ارميا النبي. ارميا عم تسالني بدي ارميا. لا ارميا النبي. ارميا النبي. ارميا. نعم صحيح ارميا. برافو. لانه بس تعلمكم شغله. بس بدي اقول لكم شغله اخوتي المشتركين، وقت اللي بتسالوا لي ارميا. ارميا. لا 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 وعبري شو بتسالوني؟ انا ما بعرف الحقيقه. بدي اطلع بالورقه ويرجع بالاول. يوحنا. لا ارميا صحيح. من قبل ان تولد وانت في الحشا اخترتك واقمتك لتكون نبيا للامم. وكان عم بيحكي عن ارميا. حلو كثير. النبي ارميا. صبايا شو بدنا ننقي؟ يلا هات نشوف. بعد في عنا أربع مربعات. فصح، خلق، بابل، غربان. فصح. فصح. الفصح. سؤال بسيط جداً كلنا بنعرفه بس بعدنا بالمرحلة الأولى. ما معنى كلمة فصح؟ فيكم تتناقشوا مع بعضكم، وإذا ما بتعرفوا ما تعطوا جواب غلط خذوا الاحتمالات. لا كتير هينة هينة. صدقوني كتير هينة. تفضلي. تفضلي. الفصح هو العبور. الفصح هو العبور. عبور إلى الحياة. من ماذا إلى ماذا؟ إلى الحياة. إلى الحياة. الفصح هو العبور. وبالعهد القديم كان العبور من وين لوين؟ بالعهد القديم؟ إيه، لأنه نحن بكتاب العهد القديم. من الأرض للسماء. إيه مزبوط وجواب صح. بدي لكم مبروك. أكيد جواب صح. العبور من أرض العبودية إلى أرض إلى أرض كنعان. إلى الميعاد. أرض ميعاد. كنعان. طيب خلينا نشوف. بس هون عندي سؤال لإلك مسار. وقت اللي نحكي عن العبور في العهد القديم بتصور كتير مهم لإلهم. وقت اللي عم نحكي عن عبور وعم نحكي عن فصح، وأكيد هلأ نحن كمان عم نحتفل بعيد الفصح على الطريقة كمان المسيحية، الكلمة لإلك مسار، ما هو العبور حقا؟ بالعهد القديم أبونا أساس الفصح هو جوهر الكتاب المقدس. صحيح. بحط لنا بأساسه كأنه هو اللي بيدور حوالي كل الكتاب المقدس، أنه واحد لما بينقل من العبودية للحرية كأنه عم بينقل من الموت للحياة، لأنه العبد ما عنده حياة. العبد ما له اسم، العبد ما له حياة، ما له مستقبل، كأنه ما له حياة. وبحط لنا هو مش دايما هيدا هو الحدث الوحيد اللي صار بالكتاب المقدس انه هيدا عبور من الموت للحياة. كل مرة كان في موت وحياة. اكثر من مرة كان في عبودية ينسبوا الى بابل وعادوا، كمرة كانوا ينسبوا للخطية ويعودوا العجل الذهبي كأنه هو من الموت للحياة. ولكن اخذوا قصة منهم وجعلوه هو النص الأساسي في الكتاب المقدس تيقولوا الله مخلص يعني الله هو الخالق. مرسي على المعلومة مسار كتير حلو. رح نكفي معكم. صرنا 30 لداود الملك وسليمان الحكيم 20. برافو، ماشيين بوتيرة مهمة. يلا استاذ جوزيف نقي لنا مربع إذا بتسمح. بابل. بابل هيدا المطعم. هيدك فاميليار مع بابل والبابليين. خلينا نروح للسؤال، لماذا سميت مدينة بابل بهذا الاسم بحسب سفر التكوين؟ ليش سميت بابل؟ سفر التكوين الفصل 11 الآية 9، ليش سميت بابل هالمدينة؟ شاطر استاذ جوزيف. خمس دقائق. بلبلي بالحكي كانت البلبلي كانت لغات مختلفة. أعطيني الجواب. سمت. قولي. قولي 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 جواب. ايه نعم جواب. اللغة تبلبلت. اللغة في بابل تبلبلت. تبلبلت. وألسنة الشعب ضاعوا ببعضهم. صحيح. برافو مع زقفة. يعني لأنه الله رح يظبطها، لأنه الله بلبل ألسنة الشعب. صح. يعني هونيك اكتشفوا انه في الامم المتحده يعني بيحكوا كل اللغات. من هونيك انطلقت الامم المتحده. ايه جميع الامم. صبايا داود الملك تفضلوا نقوا لنا مربع. خلق. الخلق بايام التكوين خلق الله الجلد
انتم كاعلاميات وبتشتغلوا بعالم الصحافه، الجلد ما هو؟ كلمه جلد ما هو الجلد؟ كلمه ما بنسمعها كثير، بس ما هو الجلد؟ سفر التكميل الفصل الاول الايه 8، خلق الله الجلد. ما هو الجلد؟ وقال الله ليكن جلد في وسط المياه. ما هو الجلد؟ ما تنسوا فيكم تاخذوا احتمالات، خلص الوقت اذا بتسمحوا. اعطوني جواب بليز، يلا. عندكم جواب؟ بدكم ناخذ احتمالات. ناخذ احتمالات. خلونا نشوف الاحتمالات سوا. اول شيء المحيطات، اليابسه، السماء، او الحيوانات. حيوانات. لحظه، لا لا، ببساطة المياه شو بده يكون فيه؟ انا اخذت جواب. الحيوانات اكيد جواب غلط، مش الحيوانات. رح اروح لعندكم. هلا بقول شيء، هلا بقول شيء. نعم، السماء. 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 السماء هو الجلد. منين جايب ليها؟ اليابسة. ولو منين جايب ليها استاذ جوزيف؟ صحيح وميت صحيح. الجلد هو السماء. شو السماء؟ انا عم بقول لكم، انا عم بقول لكم استاذ جوزيف فوق جار السماء، حلم الدهور جوزيف. بتعرف ضعنا لانك قلت لنا فليكن جلد في وسط المياه، فاستبعدنا تكون السما. هيدي هون المياه. هيدي بدها شرح هلا. ليكو جديده مع انه عالم الاعلام والصحافه يمكن بيمروا عليهم كلمات حلوين، واصلا رح اقرا لكم الايه. وقال الله ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه، فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، وكان كذلك. ودعا الله الجلد سماء، وكان مساء وكان صباح يوم ثاني. تفضل. كانوا يفكروا القدماء جدودنا، كانوا يفكروا انه الدنيا كانت مي كلها سوا. اجا الله وحط جلده، قسم بين المي اللي فوق الجلده والمي اللي تحت الجلده. اللي تحت الجلده رتبوا نزاحوا قسم منهم على البحر، سميهم محيطات وبحار، والباقي ضل فوق السما. شو عمل بهالجلد؟ ادوحة للسما للجلدة، وسكرهم. صار اوقات بيفتحون بتنزل الشتاء، واوقات بسكرهم بصير في بطل شتاء. كانوا هيك يفكروا انه فوق الجلدة الجلد في مي، والله ساعة البدو بيفتحوا ساعة البدو. شو رأيكم صبايا؟ شو رأيكم؟ منيحة. شو؟ معلومة جديدة. معلومة جديدة ومعلومة حلوة. منيحة منيحة. طيب برجع بقول العلامات، داوود الملك 30، سليمان الملك، سليمان الحكيم، كمال الملك 33. هلا انتم بدكم تجربوا تقشطون. يلا جربوا تقشطون. اخر سؤال لكم. مين؟ بيير؟ بيير هيتك مستعد. اخر سؤال مستعد. يلا يلا. غربان. غربان. سؤال عنوانه الغربان. نعم. من هو النبي الذي كانت الغربان تحضر له الخبز واللحم؟ إليا النبي. إليا النبي. إليا النبي. مع ايد مرفوعة. إليا النبي. بتعرف شو ناقصك يا جوزيف؟ يلي كان إلي الشرف إني أقوم بمسلسله أنا كمارلياس. بتعرف شو كان ناقصك هلا أنت ورافع إيدك؟ سيف. صح. إليا النبي. كان ناقصك سيف. وبدي اقول لك برافو. إليا النبي. قبل ما نطلع على بريك بدي رحب بضيفنا لليله، الفنان نقول القصة ابن زحلي، عروسة البقاع. اهلا وسهلا فيك بيناتنا استاذ نقول. بكرة الكبار نخبروا لما الإقلام يحبروا، أطفال بكرة يكبروا بتكون قصتهم إنت. بكرة الكبار نخبروا لما الإقلام يحبروا، أطفال بكرة يكبروا عوهج فكارك إنت. بكرة الكبار نخبروا، بكرة الكبار نخبروا.
صوت لما الإقلام يحبره لما الإقلام يحبره رح يكتبوا عنك إن أطفال بكرة يكبر أطفال بكرة يكبر يتذكروا لقيتهم إن لما الليالي يطولوا لما الليالي يطولوا شي يقطفوا شي يحملوا أنا إيد من حبك إنت لما الليالي يطولوا لما الليالي يطولوا شي يقطفوا شي يحملوا أنا إيد أنا إيد من حبك إنت يا خمرة اللي بيشربوا من البيد أنا ويسكبوا يا خمرة اللي بيسكبوا من البيد أنا ويشربوا رح يشربوا كاسك زهرة حياة انت حب طريق انت زهرة حياة انت حب طريق انت يمشوا لك وما يتعبوا وانشرقوا او غربوا يمشوا لك وما يتعبوا ويسربوا اللي عندك انت زهرة حياة انت حب طريق إن زهرة حياة إن حب طريق إن يمشوا لك وما يتعبوا وانشرقوا أو غربوا يمشوا لك وما يتعبوا ويسربوا لعندك إن بكرة الكبار نخبروا لما الإقلام يحبروا أطفال بكرة يكبروا بتكون قصتهم انت بكرة الكبار نخبروا بتكون قصتهم انت الإقلام يحبروا رح يكتبوا عنك انت بكرة يكبروا ويتذكروا قلتهم انت جديد تحية لكل مشاهدي جيل الإنجيل. بدي بس بداية رحب بضيف خفي موجود معنا بالكنيسة، هو سان جان باتيست دو لا سال، شايفينه قدامكم مش هيك؟ تحية لمؤسس رهبان اللاساليان بلبنان وبالعالم، وأكيد شخصية حقيقة تركت بصمات رائعة بتاريخنا اليوم. بدي أرجع أذكر أنه نحن بكنيسة الساكريكار بالجميزة، وبدي أقول للصبايا والشباب اللي عم بتنافسوا داود الملك وسليمان الحكيم، أنتوا قاعدين وراء قديس عظيم جدا. حدا منكم مرق بالفرير؟ سمر عن جد؟ وين هون؟ لا ببسكنتا، ببسكنتا فرير دو لاسال بسكنتا. خلونا نروح على المسابقة ورح نبلش هلأ بالعهد الجديد. العهد الجديد ومربعات قدامكم، تفضلوا. حمل الله حمل الله حمل الله ما بيحملك أنت. أستاذ جوزيف، من قال عن يسوع هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم؟
مين اللي قال عن يسوع هذا محمد الذي يرفع خطيئه العالم؟ يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان. معمدان يوحنا المعمدان. حبيب غير المعمدان. قرر. لا يوحنا المعمدان. انتم ما خصكم، انتم ما خصكم. سؤال موجه. شو كان اسم عائلته؟ شمسيان. كيف صبايا منيح؟ مين عم لاقي اسم عائلته؟ عائلته صعبة. معمدان يوحنا المعمدان. ابونا هن قالوا يوحنا ابن علي صباط. قالوا اسمه يوحنا وعائلته معمدان. او لا. صحيح يوحنا المعمدان، برافو. ولو. هذا هو حبل الله يوحنا المعمدان. آه، 10 علامات لكم صبايا. شفاءات. شفاءات تابلو. شفاءات. اوكي الله يشفيكم. الله يشفيكم صبايا. مستعدين؟ الله يشفيكم. شيء الاول يلا. ان شاء الله مستعدين. يعني ما كانت عله المراه التي شفاها يسوع وهو في طريقه لاحياء ابنه يائيروس؟ عم تنزف. المراه النازفه. مسار اميزنج. ها مش بس هيك، نازفة. برافو على المرأة النازفة. على مدى سنوات طويلة كان صار لها، ما بعرف قديش. كم سنة؟ 12 علامات صحيح، وكان صار لها 12 سنة عم بتعيش هالحالة، حالة النزف. بدي لكم برافو. 10 علامات كمان لداوود الملك. في فسر كمان بعد عن النازفة؟ تفضلي. هي وقتها كان رايح يسوع لحتى يبارك. صحيح. فلمست توبه. طرف توبه لحتى قال لهم من لمسني. شعر انه في قوة ظهرت منه. والجموع حولك. فقال لها ايمانك خلصك. نيالها. عن جد نيالها. مسار اذا بتسمحي رح نطلب منك تروحي تقعدي محل رندا. ورندا تفضلي. تفضلي رندا بليز. رح نعمل شوية سويتش بالأدوار. شو رأيك مسار؟ يا ريت عندي أنا. بحس المدورة. مدورة. إيه رندا برافو. على سلامتي. حبيبي. برافو رندا. والبنت عن جد. البنت اللي كان رايح يشفيها كانت بنت يائيروس مثل ما قلنا بالسؤال. ابنة يائيروس كمان كان لها، كان عمرها 12 سنة. بنت عمرها 12 سنة والمرأة النازفة كان لها 12 سنة. من بعد ما برمت على كل الأطباء وكل كان في عنده عجز، يسوع المسيح هون ظهر مجده بأنه هو كان الطبيب. رح نروح على السؤال الثاني. تفضلوا أستاذ بيير شماسيان. شو؟ أقوال. تفضل. شخصية. أقوال. سامرية. السامرية. وين جبتها هيدي؟ مستعدين للسؤال؟ سؤال حلو كثير. كم زوج كان لدى المرأة السامرية قبل لقائها بيسوع؟ كانت متزوجة كم رجال؟ يعني ما كانوا معروفين؟ كانوا كتار أبونا. ما فهم. يعني كانوا كتار أكتر من زوج كانت. عم تسمع الموسيقى بس تخلص الموسيقى بكون خلص وقتك. اللي كم كتار كم؟ عدد 9. عدد خلص الوقت. اخ ما اخذت احتمالات، بعتذر منك. رح يروح الجواب لعندن. بدي جواب منكم صبايا. جوزيف. 5. جوزيف افتح لي ايدك هيك. عمون 5 دقائق. حلقتنا على الشاشات. 5 دقائق مش هيك؟ جوزيف. ما جبت سامرية وما سامرية. لحظة جوزيف. شو بدك فيها؟ لازم هلا تعملها. خطية مميتة. فعلا انا جبتها من عندي 4. جوزيف حضرتك ماروني ولا لا؟ بالخمسة يعني كان لازم لك ايدك. ماروني انت؟ انا بنعمة الله ماروني. أنا بمدلك إيدي بقول لك باباي جوزيف. ميرسي لإلهم، هيدا كادو كان لإلهم. 5 علامات للصبايا. ها؟ خي؟ انتعش شوي. 45 خسرنا أنت جوزيف. 53. ميرسي جوزيف على 9. ما صار الكلمة إلك، تفضل. السامريين عادة هن أصمة من اليهود، ولكن من بعد السبي إلى بابل يعني حوالي سنة 500 صاروا اليهود يقولوا هودي منن يهود، لأنه صاروا التسأموا تجوزوا من ناس منن يهود، من الناس اللي إجوا على السامرة. السامرة يعني هلأ نابلس بفلسطين. وصاروا يقولوا أنه هنتوا معمولين من 5 أمم، وكل أمة لإلها جايبينهم، كل أمة عندها إلهة. لا أنتوا فهمانين مين الآلهة، وحتى إلهكم اللي اليوم أنتوا بتعبدوا مش عارفين مين هو. بالإنجيل بيوحنا الفصل 4 بقول لها روحي جيبي جوزك، بتقول له ما عندي رجال، بقول لها معك حق لأنه مش 1، 5.
اللي عم بيقوله يسوع مثل كأنه عم بيقول لقلنا كلنا اليوم، كأنه نحن عم نعبد ناس ما منعرفهم، عم نعبد الله اللي ما منعرفه، وعنا آلهة مخبينا ورا ظهرنا، شي بنسميه مال، شي بنسميه شهوة، شي بنسميه إلى آخره. وهون البنات ناطرين عرسان خمسة صبايا القصة معكم يلا وبين إيديكم. هالمرة بناخد أقوال. أقوال مستعدين؟ بدنا 10 لأنه 10 45 بتصيروا 55. يلا خف علينا 10 يعني. يلا شدوا حمتم. من قال ليسوع يا رب إني لست أهلا أن تدخل تحت سقف منزلي، ولكن كل كلمة, كلمة واحدة تبرأ بها نفسي فتبرأ بها نفسي. قائد المئة، قائد المئة. ولك برافو قائد المئة. أوه لا قولي لي الآية كلها سوا بليز، تفضلي لأنك هيئتك حافظية. رجع بس قال له يا رب أنا لست أهلا، أنا لست أهلا لكي تدخل تحت سقف بيتي. بيتي وإنما ولكن كل كلمة واحدة تبرأ بها نفسي. كان بده أنه بنته تصح، كانت بنته وكان مريضة. بين الجموع قال له خليكم ما تجي لعندي، أنت بس قول. حلو كتير. وقال لهم يسوع لم أرى مثل هذا الإيمان في إسرائيل كلها. برافو حلو. 55 53 استاذ بيير كيف تقبل؟ يا خي الحق على جوزيف جوازها 4 سنين. خمس مرات حق عليه مش مرة واحدة. متواطئ معهم. يلا تفضل استاذ بيير. يلا خذ الرولاف انت. شخصيات أنقذها. خلص جوزيف انا بعرف. هلا الانقاذ، عمليه انقاذ عنده. شوف. شخصيات. شو عنده؟ شخصيات. من هو نيكوديموس؟ يي ولا عنده ميني ماركت هون بالحياة. انتبهوا الموسيقى بدي جواب. من هو نيكوديموس؟ حكوا مع بعضكم، خذوا احتمالات اذا ما بتعرفوا واعطوني جواب. واحد من احد رؤساء الكهنه. احد رؤساء الكهنه. لا مش الكهنه. كان غني يهودي. بعتذر أحد ما فيني سميه احد رؤساء الكهنه وما اخذتوا احتمالات. معليش اسمعوا الجواب. عندكم جواب ولا شخصيه يهوديه؟ احد رؤساء اليهود مش رؤساء الكهنه. لا من كهنه اليهود يعني. خلص. ما في كهنه بدي زق في رؤساء اليهود. بلا برافو صبايا. بلا احد رؤساء اليهود. استاذ جوزيف عم تتسرع. في فرق كثير كبير. عم تتسرع يا اخي. ما عم تخلينا نتشاور. شو انت كاتب الانجيل لو خيي؟ يا ربي سامحني. لا ابونا بلش تعصب. انا هلا بفل. جوزيف استاذ جوزيف جاوبوا، انت كتبت الانجيل مثلا؟ ما تكون انت كاتبه ومش عارف مثلا. هي اربع الصبايا دغري شو انه مطلع في دغري. تسعه لا وبيعلي ايده كمان. هذا الربع الصبايا ابونا بس ما يكون جوزيف كتب الانجيل. احنا مش عارفين. سؤال حلو. بدنا جواب على السؤال. بلكي بدك تسأل جوزيف. بدي اقول لك من هلا وطالع طلع بعيونه لاستاذ بيير وهو بيوحي لك. سؤال لكم. بعد في عندنا ثلاثه صبايا خيي. صبايا فصح اجيال وارسال. عم تدرسوا هلا؟ عم بتراجعوا؟ مش انتم حاطين للانجيل حدنا؟ فاتحين كنيه على صفحه غريبه من سفر العهد القديم. اذا كنتوا عم تراجعوا العهد القديم هي بدنا اياها للحلقات اللي بدها تجي. سؤال لكم. نقولي مربع بليز. كلارا نقي انت. اجيال. اجيال. مجموع الاجيال من ابراهيم حتى يسوع هو. مجموع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلاً، ومن داود إلى سبي بابل 14 جيلاً، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلاً. 42 جيل. برافو وصحيح. جواب صحيح 42 جيل. ورح أروح على السؤال اللي عندكم. يلا تفضل. يلا يلا لا احكي استرجي احكي. تفضل استاذ جوزيف. انت نقي استاذ جوزيف. خلي بيير هو يجاوب. هات نشوف. فصح. 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 كلام عينك. فصح. 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 الفصح سؤال سهل جدا. من أرسل يسوع من التلاميذ ليعد بعد اثنين ليعد له عشاء الفصح؟ من أرسل؟ من أرسل من التلاميذ وهن التلميذين ليعد الفصح ليسوع؟ حنا وبطرس ما هيك؟ ايه ايه
أنا معك حنة وبطرس. حنة و... حنة وبطرس. حنة وبطرس صحيح. لا يس أهيب يس أهيب يس أهيب يس. من هلا وطالع عن جد لكن مثله بيقول خمسة لازم نحسب لك حساب. لا شو ما 70 صاروا شابو با. لك الجواب بطرس ويوحنا وجواب صحيح برافو. اوكي صبايا فاذا بعد عنا ارسال. الارسال سهل جدا. مستعدين؟ يلا. من ارسل اتباعه عند يسوع ليسالوه أأنت الاتي ام ننتظر اخر؟ يوحنا المعمدان. بعت مين؟ بعتوا. فاذا يوحنا المعمدان بعت تلميذين. تلميذ هو كان كان محبوس. كان محبوس لعند يسوع. قال له قل لهم العميان يبصرون والكسحان يمشون او الى اخره. فاذا قولوا العمي يبصرون. العمي يبصرون والموتى يقومون والأسرى يطلقون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يشك فيا. برافو برافو. صبايا أنا كتير كتير معجب بمعلوماتكم. اسم الله عليكم وبرافو. بدي بس ذكر بالمعلومات أو بالعلامات تبعيدكم. داود الملك 80 صبايا وسليمان الحكيم 63. وها يعني شو بدكم أحلى من هيك؟ حتى رندا عم بتزقف لكم وفرحانة. قبل ما نروح على الفقرة الجديدة بدي بس تذكر بس تذكير استاذ بيير إنه على جنب هيك بهالكنيسة المباركة في لوحة عم تنرسم من وقت لوقت زدتوا نظركم عليها لأنه عن جد لوحة رائعة جدا. وهلأ رائع. رائع. املأ الفراغ. فإذن املأ الفراغ. أربع أسئلة رح نبلش فيكن داود الملك. السؤال الأول بدنا نملي الفراغ. أي يوحنا 3:4 في ثلاث كلمات لازم تلاقون. ما من أحد يمكنه أن يدخل ملكوت الله إلا إذا ولد من ملكوت الله. فإذن ما من أحد يمكنه أن يدخل ملكوت الله إلا إذا ولد من من شو بده يولد؟ مينا؟ نور من الروح القدس. مينا؟ من الروح. اوكي بدي جواب. من الروح. مينا في اثنين كلمتين. الروح بتزبط بالاخر، بعد في كلمة قبلها، فإذا ملكوت الله إلا إذا ولد من الماء والروح. من الماء والروح. من الماء والروح. الماء والروح. برافو. كنت بدي أعطي الجواب. فإذا من الماء والروح لمين انقالت الآية؟ نعم لمين انقالت هالآية؟ يسوع قال لا نيكوديموس. برافو نيكوديموس. فإذا 10 علامات كمان جديدة لا هي الرهبة. صبايا إعلاميات وصحفيات بس على بيقروا. برافويات برافويات انت. وهلا يلا استاذ جوزيف ورندا وبيير. رندا بدي انت هلا خلص. رندا ما عم بيطلع صوتك. رندا انا ما بحكي بوجود رندا. قاعده تفضلي حضرتك هلا سقطي لنا هالثلاث كلمات. السؤال الثاني مستعده رندا؟ ان شاء الله. بليز. ان هو الذي يحيي واما فلا يجدي نفعا والذي كلمتكم به روح وحياه. فاذا بدي ثلاث كلمات. ان تشاوروا مع بعضكم اعطوني جواب. ان الروح. نعم رندا شو قلتي؟ ان الروح. ان الروح هو الذي يحيي. صحيح صحيح. ان الروح هو الذي يحيي واما الجسم فلا يجدي نفعا. شو قلت استاذ بيير؟ الجسد. الجسم. الجسد صحيح. فلا يجدي نفعا و الذي كلمتكم به هو روح وحياه. وهو الذي كلمتكم وال وهو الذي كلمتكم به هو روح ولا بدي كلمة واحدة؟ والكلام الذي كلمته الكلام الذي كلمته روح وحياة. والكلام 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 صحيح من بعد ما أنا قلتها. ست علامات بس لإلكن. برافو مش غلط. ست علامات صرتوا 69 90 لداود الملك الملك داود. السؤال الثالث صبايا مستعدين؟ يلا كوراج.
شيء كتير بتحبوه بتصور انه كتير سهل. الرب نوري وخلاصي الرب نوري وخلاصي فمن من اخاف الرب حسن حياتي ففي من اسعى يا بيي ما قلقكم يا 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 هاي بدها زفه. السؤال كمان لكم كمان هو مزمور ومفترض مزمور يكون هين. السؤال هو نقاط هو وخلاصي فلا الرب هو خلاصي الرب هو خلاصي فلا يعوزني شيء. هو مزمور مرت له بالكنيسة. هو شو؟ هو خلاصي فلا يعوزني فلا صخرة. ما عندكم جواب بعتذر. رح نروح لعندكم صبايا عندكم جواب عليه؟ تعطى نروح نحن لعندهم يعني على راس شيء كثير معروف بس ما عم كثير معروف طريقي هو استاذ الي خلونا نرتله حتى ولو بلا موسيقى بلا موسيقى الا من الله 3 4 صخرتي هو وخلاصي ملجئي فلا أتزعزع. فإذا صخرتي هو وخلاصي ملجئي فلا أتزعزع. أنا بدي بالحقيقة بآخر هالفقرة أرجع كمان رحب من جديد بهالصوت اللبناني اللي ترك بصمته بقلوب كتير من اللبنانيين بكل المطارح بالساحات بالكنايس ومهرجانات كتير. رتل كل المواضيع تقريبا وغنى الوطن الأرض الإنسان والوجع البشري كتير من الأغاني الحب الملتزمة وكتير من الأغاني اللبنانية الفولكلورية. رح نرجع نسمع كمان مرة الأستاذ نقول القصة والترنيمة أو الغنية هي لو مهما صار باقي الوطن مع الأستاذ نقول القصة. بالحب والإيمان ربيوا أهالينا بإنجيل وقرآن كبرت أمانينا. بالحب والإيمان ربيوا أهالينا بإنجيل وقرآن كبرت أمانينا. جمعت محبينا والجار قبل الدار وخلال تملي الجرار والعين تخبي سرار جمعت محبينا. لو مهما صار باقي الوطن باقي ولو راحوا كتار من شعلت نار نتدفى بلهيبة إلنا هالنار لا تخافوا يا رفاقي يا رفاقي. لو مهما صار باقي الوطن باقي لو راحوا كتار من كفي بالباقي ولو شعلت نار طلوا فلوا بتار من وين ما طلوا رميوا علينا النار حلوا واحتلوا. طلوا فلوا بتار من وين ما طلوا تكروا حالوا الأحرار حلوا يحتلوا.
وللخالق يصلوا ونسيتوا في عنا الرجال دماتن عكفن وعيون تشرق شعلت نار نتدفى بلهيبة إلنا هالدار لا تخافوا يا رفاقي يا رفاقي لو مهما صار باقي الوطن باقي لو راحوا كتار من كفي بالباقي ولو شعلت نار نتدفى بلهيبة مرة جديدة أهلا وسهلا فيكم. نحن بكنيسة ساكريكار ومع المعلومات العامة جاهزين؟ رح نبلش بين أنا أولا معكم. اسمه معناه تاج، تاج أو إكليل من الزهور. اسمه بيعني التاج أو إكليل من الزهور. كان القديس بولس موافق على قتله وكان حاضر آنذاك هو عم بيقتله. كان اسمه بعده شاول. بولس كان بعد اسمه شاول، كان القديس شاول أو القديس بولس كان بعده شاول موافق على قتله، كان حاضر. كان رقاده في السنة التالية دغري من بعد صلب وقيامة يسوع المسيح، يعني سنة 34 مات دغري بعد يسوع المسيح، سنة 34 من بعد صلب وقيامة يسوع وصعوده على السماء. مار بطرس؟ لا رح روح لعندكم. يلا صبايا رح كفي المعلومات. عندكم شي جواب؟ لحد هلا هلا لا. اختير ضمن الشمامسة السبعة. اختير ضمن الشمامسة السبعة. هو أول الشهداء أو باب الشهداء القديس استفانوس. استفانوس. على كل حال سؤال لإلكم هلا. داود الملك إذا عرفتوا فينا 10 أو 8 أو بتقطفوا 6 أو 4 وما تروحوا ما بتسرع. أوكي؟ خذوا بعض احتمالات أكثر. شخصية من العهد القديم في سفر باسمه، انكتب سفر بالعهد القديم باسمه. شو انكتب باسمه؟ رجل بار له دانيال. 7 بنين و3 بنات. نقل عنه بار عنده 7 شباب أو 7 صبيان وثلاث بنات. رح روح لست علامات. توالت المصائب على بيته وعائلته ومشيته وأرزاقه وصحته. أيوب برافو أيوب البار. رح كفي المعلومات. عرف بصبره وطول أناته بالرغم من الشدائد، يا صبر أيوب. وكمان آخر معلومة كانت نردد دائما عبارة تورد ميزته، يا صبر أيوب. برافو. فإذا 6 علامات لفريق داود الملك. فريق سليمان الحكيم وإن شاء الله بيمطر حكمته عليكم هلأ. بدنا 10 علامات لإلكن. بدنا 20 30 للحظة. مستعدين؟ رح نروح على
يروحوا هني على الباراغواي. شي جديد مستعد؟ ريدي. طب من القائل مهما قال لكم فافعلوه؟ يسوع. مين اللي قال شو ما قالكم اعملوه؟ يسوع المسيح. من هو كيفا؟ خطا. من هو كيفا؟ كيفا احد من هو كيفا؟ كيفا كان جيب مصاري هيدا كان خطا. اين قال يسوع لا تجعلوا من بيت ابي بيت تجاره؟ لما فات على الهيكل. صحيح. لمن قال يسوع اسقيني؟ اسقيني؟ اسقيني عطشان اسقيني. للسامرية على ال صحيح. على كم شخص رمى المرأة الزانية بالحجارة بحضور يسوع؟ كم واحد شبقها بالحجار بحضور يسوع؟ كتار. كم واحد رجمها؟ كتار؟ خطأ. نسبت إليه كتابة خمس أصفار في الكتاب المقدس سميت أصفار الشريعة أو التوراة. من هو؟ من هو؟ مين؟ عهد القديم؟ أول خمس كتب؟ سمعان. خطأ. من الذي بنى أول هيكل مقدس في أورشليم؟ سليمان الحكيم. سليمان الحكيم. سليمان صحيح. ما هو عدد أسرار الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية؟ خلصوا. خلص الوقت. ما عندنا أسرار. ما عندنا أسرار. الحكي. رح نحسب لك آخر واحد صح وبكون عندك ثلاث أجوبة صح. كتر خيرك الله. ثلاثة على عشرة. برافو. مع رحمي شوي رحمي. أمي سامر. أمي بس رح نرجع للأسئلة. جوزيف خليك معي انتبه شوي للأشياء. من القائل مهما قال لكم فافعلوه؟ مريم. 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 بعرس قانا. بعرس قانا الجليل. صحيح. من هو كيفا؟ اسمعوا الكلمة يعني. قيافة. كيفا مش قيافة. كيفا. كيفا لا ما بعرف. بطرس. بطرس. بطرس سمعان بطرس. كيفا. التالي تعرفته لا تجعلوا من بيتي هيدا بالهيكل. لمن قال يسوع سقيني عرفتها السامرية. كم شخص رمى المرأة الزانية بالحجارة؟ ولا أحد. ولا حدا. تركوا الحجارة. من كان من كان بلا خطيئة. لمن كان بلا خطيئة. جوزيف يا لطيف يا لطيف. معلش. نسبت إليه كتابة خمس أصفار في الكتاب المقدس وأصفار الشريعة. هو موسى. موسى اللي كتب أول خمس أصفار. من الذي بنى أول هيكل مقدس بأورشليم؟ سليمان الحكيم. سليمان صحيح كان. شو عدد أسرار الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية؟ سبعة. شو هو الشهر المكرس للسيدة العذراء؟ أيار. ما قلت لي هدول ما قلت لي أخلص الوقت. إلى أي مدينة ينتمي يهوذا التلميذ الذي نكر يسوع؟ إسخر يوت. أنا حزين. ثلاث علامات لألك كنت حابب أنه يكونوا خمسة. خمسة. نفسي حزين. معلش. أسئلة مثل البرق على السريع. طب من قال ليسوع إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك؟ باس. أين قال يسوع نفسي حزينة حتى الموت؟ على جبل الزيتون. صحيح. لماذا أيقظ التلاميذ يسوع في السفينة قائلين له قد هلكنا؟ لأن الرياح كانت عاتية صحيح بسبب العاصفة. ماذا سمي ترائي موسى وإيليا ليسوع على الجبل؟ شو بنسميه؟ عيد شو؟ عيد التجلي. صحيح. كم كان عدد تلاميذ يسوع وليس الرسل؟ كم كان عدد تلاميذ يسوع مش الرسل؟ كتار. سبعين. يعني؟ لا محدود. عدد غير محدود. سبعين. بعتذر. ما اسمه اختا لعازر؟ مريم ومرتا. صحيح. من القائل يا أبتي إني خطيت إلى السماء وإليك ولست أهلا أن أطلع؟ بطرس. خطأ. ما كانت علة زكى العشار التي منعتهم من رؤية يسوع؟ شو كان علته؟ ما قدر يشوف يسوع. قصير كتير. كان قصير. صحيح. ما هي جنسية البابا يوحنا بولس الثاني؟ بولوني. صحيح. بولوني. وخلص الوقت. معك ست أجوبة صحيحة. برافو. يا عين. بدك زقفة. رح أرجع للأسئلة اللي ما عرفتيهم. شو قال يسوع إلى من قال ليسوع إلى من نذهب؟ كان القديس بطرس. وقت اللي كان عم بيحكي عن خبز الحياة كل اللي كانوا معه فلوا تركوه. قال له أنتوا شو حابين تعملوا؟ بقول له بطرس وقتها
يا رب إلى من نذهب وعندك كلام الحياة الأبدية؟ صحيح. تاني سؤال كان صحيح في بستان الزيتون نفسي حزينة حتى الموت. السؤال الثالث لماذا أيقظ التلاميذ؟ لأنه العاصفة كانت قوية. صحيح. شو منسميه تجلي تراءى يسوع على الجبل عيد التجلي؟ قديش كان عدد التلاميذ؟ قلناها بالحلقة 71 تلميذ قلناها بالحلقة. شو كان اسم إخواته للعازر؟ قلنا مرتا ومريم. صحيح. مين قال يا أبتي لقد خطئت إلى السماء وأمامك ولست أرن على كبنان؟ الابن الضال. صحيح. ابن الضال. شو كان عله زكا؟ كان حقيقة قصر قام طول بابا بولوني و 112 لداود الملك. برافو. سليمان الحكيم 72. برافو. 112 72. شو رأيكم نروح على الفقرة الثالثة كمان سريعة واسمها لقيا وغنية؟ ردي رح نبلش معكم صبايا داود الملك. بس نقول توب بتسمعوا جملة موسيقية وإذا عرفتوها بتغنوها. توب شباب تفضل. سهلة جدا. هاليلويا هاليلويا. صح صحيح. بس هاليلويا بلشت ترتليا كفي. هاليلويا الكلمة بدي اقول لك برافو برافو. رح نرتلها نحن وياكي. ريسوسيتو هاليلويا هاليلويا ريسوسيتو نحن والباند. بليز اذا بتعرفوها فيكن تابعوها معنا كمان وكل اخوتي المشاهدين فيهم يرتلوها معنا. ريسوسيتو هاليلويا انه قام. تفضلوا. إنه قام إنه قام إنه قام. هاليلويا إنه قام هللويا انه قام. شو أبو استاذ بيير؟ برافو 10 علامات. اه حسبتونا. ايه قلت لكم صحيح وغنتها كمان. على كل حال ترنيمه لإلكم وبس نقول توب. بليز جربوا عرفوا لي شو هي شو هي الترتيله ورتلوها معنا. رندا هيدي انت لازم تعرفيها. خلص 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 خلص. ايه بس ما انا روم. انت روم. انت روم بس ما بدك تساعد الموارنه مثلا ولا ورندا ولا فينا نخدع. لا ما فيكم لا ما فيكم. ما قالوها كمان مره كمان مره كرمال جوزيف. كل العالم بلش ترتلها معنا. يلا رفعت صلاتي أنا فبالإيمان
الربي معنا آتي عشرة برافو حطوا لنا عشرة بدنا نحط لهم عشرة وإذا بيسمحوا لي الصبايا بزيد لكم عليا كمان اثنين على صوتكم الرائع على صوتك الرائع صبايا خيفانين شيء لا لا وانا صوتي شو راح هدر هيك كمان 10 بصيروا 92 حد انا خليني ارتب ابونا انا صوتي شو راح هدر هيك على الفاضي لا بالعكس انا قلت لانه صوتكم اثنينتكم حلوين ايه حنانك يا رب أكواني إليك رفعت صلاتي أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي الفقرة الجديدة عمر وعلي بدنا نرتب الأحداث البيبلية كما وردت بإنجيل متى مستعدين؟ 1 2 3 توب تفضل شو ها وبسرعة بليز ما عم بفهم شيء دعوة التلاميذ قال بيت لحم هيدي النحل دعوة التلاميذ بعدين هيك 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 هيدي التلاميذ قبل هيك شو كمان تجلي نسب يسوع هو نسب يسوع ليها قبل تجلي فوق تجلي يا شيء مأكدة لا مش مأكدة يوحنا المعمدان قبل التجلي شو هي يلا 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 شعب بنون شعب تير اوكي طب خلص خلص الوقت لحظة خلي هيدي بايدي خليها بايدي خليها بايدي خليها بايدك خليها بايدك خليني اشوف اول شيء نسب يسوع اول وحده كانت مظبوطه استشهاد الاطفال مظبوطه حطيتوا دعوه التلاميذ لا نحن لأنه قبل ما يدعي التلاميذ كان يسوع بلش حياته صوم. بالصوم صوم
بعدين دعى تلاميذه، بعدين استشهد يوحنا، بعدين التجلي، بعدين تآمر على يسوع الكهني وقت الفيت على تعرفوا على أورشليم وبلشت الألم، مش هيك صبايا؟ ايه نحن أوكي. اعتبرنا انه التآمر صار قبل وبلشت له المراحل. صحيح. وبدي اقول لكم استاذ بيير التجلي مش تاني وحده. انا اساسا من الاول منيح اللي وقعوا، ما فهمت اللعبه اساسا، ما بدي حدا يسمع، منيح اللي وقعوا جوزيف. انت ابونا هو مشغول بالمبخره، لكن ما حدا كاميرا اخذتها. بدي وشوشكم، يد خفيه وقعتهم. لانه مش هيك ابونا. لا لا تبعونا شو؟ ما صبطوا تبعونا شو؟ من البدايه كانت يعني لا معقول، شيل ايدك شلت ايدك. فاذا هالمرحله ما حدا رح يربحها، بس اكيد اكيد اللي العلامات واضحه جدا. بدي اقول مبروك لفريق الملك داوود، برافو 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 برافو. وشكرا شكرا من قلبنا لسليمان الحكيم وبيير شماسيان، جوزيف ابي خليل ورندا الكعدي، برافو برافو. تفضلوا على طاولاتكم اذا بتسمحوا. يلا اكيد. بس بدي اشكر كل الاشخاص اللي حضرونا الليله، وانتم اكيد اخوتي المشاهدين حضوركم لنا بيعطينا الحافز، لانه عن جد يعطينا تنكفي بزيت الزخم اللي بلشنا فيه. بدي اشكر اداره المدرسه المباركه الساكريكور اللي استضافتنا اليوم، ميرسي على حضوركم، شكرا للباند. واكيد في عنا شخص كان كل الوقت عم بيرسم هاللوحه الرائعه، رح تشوفوها قدامكم على الكاميرا. استاذ غسان، اول شيء رائعة اللوحة. Thank you. اشرح لنا الكرة الأرضية مثل ما أني شايف. صح صح. عم نشوف مظبوط، عم نشوف الكرة الأرضية، عم نشوف الإنجيل، وعم نشوف السماء. نعم. بطريقنا من الأرض للسماء عم نمرق بالإنجيل يلي عم نشوف فيه الساعة، هيدي الساعة يلي عم نقول فيها إنه في وقت بدها تدق ساعتنا، وبهيدي اللحظة رح نموت. بس فينا نموت وننزل نزول، وفينا نموت ونطلع طلوع. الله. إذا إنجيلنا مفتوح، وإذا هيدا الخيط يلي نحن منحطه. صحيح. يلي منحطه نحن بقلب الإنجيل، بين أوراق الإنجيل، إذا كنا عم نستعمله رح يلقطوه الملائكة ويطلعوا فيه لحمامة الروح القدس وللسماء، وأكيد هتكون عم يعملوا لنا الطريق اللي بنمشي عليها ونطلع لفوق. ميرسي، شكرا سير باسي مع كل المعلومات اللي اعطيتيها. بدي اشكر البايبل سوسايتي على الانجيل اللي قدامكم، كمان مبروك فيكم تاخذوها معكم. صبايا، مطلوب منكم هلا تبلشوا تحضروا للربع النهائي، رجاء بدنا نعمل رحله نحن وياكم سوا، برتغال، بيريني، اسبانيا، لورد. فبتخلصوا تحضروا بجديه هلا، وبتصور عندكم كثير كثير مجال واسع انكم تقدروا تفوتوا عليها. بدي اشكر كلي على التروفيات اللي رح تاخذوها، هيدي تروفي صغيره للاكيب اللي رح يودعنا مكسور الخاطر اليوم، بس ربحتوا معنا يسوع المسيح ما تعتلوا هم. بدي اشكر دون كاستيو، بدي اشكر ليبراري ماضي، بدي اشكر بروباغندا على كل هالشغل الحلو، وكمان بدي اشكر جاليري فيرساي. اكيد الشكر كبير لكم اخوتي على متابعتكم وعلى تشجيعكم لنا. رح يكون في ايميل فيكم تابعونا على الايميل، وكمان فيكم تعطونا كثير انطباعاتكم، ويمكن هيك يمكن اذا عندكم شيء بتحبوا تعطونا هيك حوافز تنكفي. سينياتور صغيره لكل شخص منكم عن البرنامج عن جيل الانجيل. رح بلش معك سمر، تفضلي. ما بحياتي كنت بفتكر انه ممكن شارك بهيك برنامج، يعني ما توقعت ولا مره انه شوف هيك شيء برنامج على الشاشه. هيدا شيء حلو. يمكن البعض ينتقد يقول عم نتصرف او في تصرف طائفي في مكان ما او لا، بس هيدي حقيقه الامر، هيدا وضع قائم. وعم يعني شكرا لانه ساعدتونا نجدد ايماننا، نجدد معلوماتنا، نمتحن حالنا، على الرغم من انه نحن مقصرين مع ربنا يمكن من هيدي الناحيه بالتحديد، بس يبدو انه البذره يلي زرعوها اهلنا فينا ومدارسنا وقت اللي تعلمنا، يبدو انه لا منيحه نابته وقاعده جوا ماشي الحال. بعد عنا مخزون قد ما تشربنا من هيدا المخزون مع الارساليات ومع مدارسنا ومع يعني الاساتذه والرهبان والرهبات يلي علمونا، لا يعني ما رح شغلهم دعم في شيء مشجع. انا عن جد بزقف لكم، برافو. برافو.
أنا بدي أقول إنه الصحيح النبتة عم تقول إنه بعدها عايشة، إنه بعدنا عم نصقيها يعني من وقت لآخر على الخفيف. يمكن منعطشة أوقات شوي بتي بس نتفي التربة، بس إنه في مي على طول عم نحاول نصقيها. أنا كمان كتير برحب يعني بهيدا البرنامج إنه يكون له استمرارية إن شاء الله، لأنه فعلاً رجعنا تذكرنا أشياء كتير، حتى لو منصلي يمكن كل يوم بس ما بنذكرها، يعني أحداث معينة بالإنجيل، شخصيات حتى معينة يمكن صرنا من نحن وصغار أو مثلا بالتعليم الديني يعني بالمدرسة، في أشياء جديدة كمان أول مرة يعني كنا بنسمعها. ثانك يو. طب بتعرفوا إنه زميلتكم كمان إنه صوتها حلو مش هيك؟ كلارا. إيه؟ يعني هلأ أنا حسيته؟ هلأ يعني أنا بس غنيت كلارا قلت أنا أوف إنه عن جد شهدتان إن شاء الحضور. كلارا تفضلي. أنا بضيف لزميلاتي، شكراً. أنا أوريدي كنت سوليست بس صار لنا 15 سنة مش مرتلين كثير كبير. بس اللي بدي ضيفه لزميلاتي اللي قالوه زميلاتي إنه عن جد كتير حلو ينعمل هيك بروجرام بيشجع الجيل الجديد وبيقوي وبيخلي إنه في شيء ديني مع ثقافة يقدر يطغى على بعض البرامج اللي عم تترك انطباع سيء وعند جيل الطالع. وإن شاء الله نكون نحن قادرين يعني نساهم فرق. هيدا الشيء لا يكون فرق بين الماما وبنتها. أنا بدي لكم مبروك على هاي. رح نروح عند بنت الماما. ها بس حلوة. إيه بيير. إيه بيير. نعم حلوة مش حلوة؟ شو هي الماما وبنتها؟ يا شو حلوين. أنا بفضل الماما. بيير سيناتور صغيري البرنامج شو قال لك؟ يعني أبونا فعلا أنا تفاجأت بهالبرنامج وبدي شجعكم وإن شاء الله غير تلفزيونات يتبعوكم تتنوروا هالجيل الجديد. وحاج بقى لاحقين الآيفون والفايفون والتايفون وصايفون وصاروا بعاد كتير كتير البعد عن الله والمسيح والدين. ما بعرف هيدا رأيي الشخصي أنا، لأن مثل ما عم لاحظ بطل حدا يحكي مع التاني، بطل في تواصل بين الناس، بطل في عم بخف الإيمان مثل ما عم بحس. وكل عيد أنتم بخير. مرسي بيير. رندا قاعدة تفضل. أنا بدي أقول إنه حتى القيم الاجتماعية ما عاد فيه، يعني ما بعرف إذا ربنا هو رحوم هو رح يغفر لنا، بس نحن علينا نرجع دورنا يكون مثل دور أهلنا يلي حطوا البذور يلي تحدثوا عنها الصبايا. حلو. نزرع بذرة الإنجيل بكلمة. هالبرامج أو بعتقد لازم تكون عدوى لكل بيت، لكل إنسان بيقول أنا مؤمن بالله يرجع يتذكر حديث ربنا بكل الطوائف وبكل الأديان. حلو كتير. يعني فعلا نحن عم نروح على المذاهب هيك بالقشور حتى نتعصب، مش حتى يزيد ايماننا وهالشي ببكي. نحن يا ريت كلنا فعلا نتبع كلام الله لحتى يصير في سلام ويصير في حب ويصير في محبه. حبيت كثير اللي عم بتقوليه، حلو انه هيك برنامج يصير عدوى فعلا عن جد لاولادنا. ثانك يو استاذ جوزيف. هون انا يعني عاملين مسلسلات كثير بحياتنا لحد هلا وندوات وهيدا، ولكن مثل هالشيء اللي أنا شفته اليوم هي أول مرة بشوف هيك شيء بحياتي عبر التلفزيون. أنا بدي هنيك أبونا من قلبي وهني المسر وهني جينو بخرجنا الكبير. Thank you. وشو اسمه البرنامج تبعنا؟ جيل الإنجيل. ليك يا حوي. أنا لا بدي وصلك. سقط أصلا. أنا بدي وصلك للكلمة جيل الإنجيل حتى أقول إلى المثقفين جيل في أنحاء هذا الكون احفظوا هذا البروغرام جيل الإنجيل. مرسي مرسي يا دكتور. برافو جزيلا. شكرا شكرا لكل الأشخاص اللي شاركونا. عن جد إلى حلقة قادمة من جيل الإنجيل مع أشخاص كمان رح تحبون كتير، وبتمنى أنكم أنتوا كمان تتابعوا معلومات رح تاخدوها أول بأول كل مرة بتحضروا حلقة جديدة. شكرا على حضوركم والله معكم إلى الحلقة المقبلة.